السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ هنكمل معاكم الحصة الجاية، الحصة التانية في الإكتوبك بريجنانسي. وزي ما قلنا في آخر الحصة اللي فاتت إن أول كلمة عايزك تقولها لي في المانجمنت أوف إكتوبك الأم هتموت فلازم ألحقها، يبقى الكلمة المهمة هي resuscitation. وفي resuscitation اهم حاجة عندي ان انا اعمل stability للcirculatory system، فبجين access للcirculatory system عن طريق ان انا اركب wide bore cannula. وليه الwide bore cannula؟ علشان الفيميل دي ممكن تحتاج نقل دم، وعشان انقل الدم بحتاج الwide bore cannula. وطبعا بعدها على طول اروح مكلم أوضة العمليات operation room على طول، لأن الأم ممكن تموت فأنا لازم أفتح علشان أتعامل مع الحالة. طيب كلمة أفتح دي بفتح بلابارتومي، لابارتومي أو لاباروسكوب. طيب ايه اللي بعمله؟ طبعا انا اول ما هدخل هلاقي الدنيا مليانة دم. ليه؟ لان الاكتوبك لما بيرابشر طبعا مشكلة ومصيبة، طبعا هيبقى هلاقي عندي الفيلد كله مليان دم والام شوكد اصلا وحالتها حالة. طيب فبضطر ايه؟ ادخل باللابراتوري او اللابارسكوب بسرعة واعمل حاجة اسمها بريتونيال تويلت، اغسل البريتونيوم ده بالسلاين على طول. طب ليه؟ ايه الفكرة؟ انا مش متضايق من الدم اللي موجود الا في الفيجن، ان انا مش عارف اشوف السورس اوف بليدنج فين، هل هو من التيوب اليمين، هل هو من التيوب الشمال، هل في حاجة تانية اصلا هي اللي خلتها تدخل مني في شوك. لان البرزنتيشن بتاعي مش هيجيلي ويقولي انا اكتوبك، لا انا الام جايالي على طول انها شوكد وبطنها وجعها جدا، وزي ما قلنا امينوريا، في هيستوري في امينوريا مثلا جوزها قال لي عليه، لان مثلا عملت اختبار حمل ولقيته ايه بوزيتيف، فانا على طول دماغي هتروح للاكتوبك. فبدخل واعمل بريتونيال تويلت علشان اشوف السورس اوف بليدنج. وبعد كده تاني خطوه لو انا لقيت مثلا انها تيوب اليمين هي اللي فيها المشكله، ابص بصه سريعه على التيوب الثانيه. مهمه قوي النقطه دي. ليه بقى؟ لان المانجمنت بتاعي هيختلف على حسب حاله التيوب الثانيه. بمعنى ايه؟ لو التيوب الثانيه سليمة يبقى اتوكل على الله واشيل التيوب الايه اللي فيها الاكتوبك بريجنانسي، يبقى اتوكل على الله واشيل التيوب التانية اللي فيها المشكلة. طيب لو التيوب التانية لا مش سليمة، يبقى انا كده لازم احافظ على التيوب اللي فيها المشكلة دي، احاول اعمل عملية احافظ بيها على التيوب. يعني هي لو سليمة انا هعمل العملية اللي اسمها ايه؟ سالبنجكتومي، هشيل التيوب كلها، الافكت التيوب هتترمي، اكتومي ان انا بشيل وبرمي. طيب لو مش سليمة احاول اعمل كونزيرفيشن، كونزيرفاتيف سيرجري. كونزيرفاتيف يعني المحافظة، يبقى جراحة الغرض منها المحافظة. طيب احاول احافظ على التيوب عن طريق ايه؟ ان انا اشيل الليجن اللي موجود وخلاص ببروسس اسمها يا اما سالبنجكتومي، يعني ان انا بعمل لينير انسيجن بتاعي في الانتي ميزنتريك بوردر، وسالبنجكتومي دي افتح واخيط بسوتشر لاين وخلاص. طيب سالبنجكتومي أستومي معناها فتحة، أو أس معناها فتحة، يبقى سالبنجكتومي أنا هسيب فتحة موجودة، بمعنى إن أنا هاخد الإنسيجن بتاعي في الأنتي ميزنتريك بوردر وأسيبها مفتوحة. طب هتسيبها مفتوحة كده يا دكتور وخلاص؟ عشان هي هتلحم بعد كده بإيه؟ بالسكندري إنتنشن.
في ناس بس بطلنا نعملها حاجات اسمها يا اما بارشال سالبنجكتومي، اشيل الجزء اللي افكتد بس ده الريكرنس ريت بتاعه عالي فبطلنا نعمله. تاني حاجة ناس كانوا بيعملوا ميلكينج للتيوبال كونتنت، يعني لو انا لحقت تيوبال كونتنت اعمل لها ميلكينج، وده برضو وحش جدا جدا جدا. الكلام الريسنت دلوقتي ان اعمل سالبنجكتومي، وذر التيوب التانية سليمة ولا مش سليمة. ليه؟ لان بقى عندي امكانية دلوقتي ان انا اعمل ان فيترو فيرتلايزيشن، وبعد كده انقل الامبريو جوه اليوترس وخلاص. طيب المانجمنت ده بتاعي في انهي حالة يا دكتور؟ في حالة الاكيوت ابدومن، الاكيوت ابدومن. ومين من الاكيوت ومين من حالات الاكتوبك اللي احنا قلناهم يعمل اكيوت ابدومن؟ الاكيوتلي ديستربد واللي حصل لها شوك، يبقى الاكيوتلي ديستربد اكتوبك هي المانجمنت ده بتاعها. طب فرضا انا هايلي سسبيشس دكتور والحمد لله اكتشفت ان الست دي بالتحاليل بتاعتي بالبيتا اتش سي جي وترانسفاجينال الترا ساوند، الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، قلت ان في هاي سسبشن اوف اكتوبيك بريجننسي، اروح اعمل ايه؟ ابلغ الام واقول لها والله انا شاكك شك كبير جدا مدعم بالتحليل بتاعته اهو انك عندك اكتوبيك بريجننسي، ادخلها اوضه العمليات واعمل لها لاباروسكوبي، واقول لها ايه؟ ان باللاباروسكوبي ده انا هقدر اشخص، ولو في مشكله وثبتت، يعني لو انا فعلا لقيت ان في اكتوبيك بريجننسي او تيوبال بريجننسي هقدر اتعامل. يبقى الاثنين ثيرابيوتيك وديجنوستيك، والكلام ده مهم جدا جدا جدا. طيب يبقى المانجمنت ده بتاعي موجود في انهي كيس؟ في الاندستربد اكتوبيك. طب وانا اكتشفت ازاي ان انا هايلي سسبيشس دكتور بالسسبيشن بتاعي وبالمدعم بالانفستيجيشنز اللي هي البيتا اتش سي جي ليفل بلس ترانس فاجينال الترا ساوند؟ وفي لاين تاني اللي هو الميديكال تريتمنت. ايه الغرض من الميديكال تريتمنت؟ ان انا من غير ما اتدخل جراحيا في عيانه توتالي اندستربد، مفيش مشكله اني ما تدخلش جراحيا حالا، يبقى ده لازم تكون البيشنت اندستربد، لازم. ايه الفكره اللي فيه؟ ان انا هدي الام حاجه علشان تموت الطفل او تموت الفيتس اللي موجود جوه الانبوبه جوه التيوب. طيب ايه الحاجات اللي بستخدمها؟ بستخدم يا اما الميثوتريكسات، سايتوتوكسيك دراج، او الانتي فوليك او الفوليك انتاجونست. الفوليك انتاجونست والفكره في الفوليك انتاجونست زي ما احنا عارفين ان الدي ان اي سينثيسيس محتاج للفوليك اسيد، فلما ادي فوليك اسيد انتاجونست همنع تكون الدي ان اي تاني. بدي ازاي؟ بدي انتراماسكولر 50 ملي جرام بير سكوير متر. ايه سكوير متر دي؟ ده السيرفيس اريا بتاعت الجسم. يا اما ان انا ادي حاجه تخلي الست يحصل لها ابورشن زي الماي فيبروستون، الماي فيبروستون اللي هو انتي بروجستيرون، انتي بروجستيرون.
ماي في برستون. عايز تحفظه ما في برستون. ماي في برستون يعني ما فيش بروجستيرون. ماي في برستون. والدواء ده ممنوع في مصر. ليه ممنوع في مصر؟ لان طبعا اسيء استخدامه، لان اي حد اي واحده واحد يغلطه يروح يجيبوا الدواء ده من الصيدليه. واجهدي نفسك، اجهدي نفسك وخلاص. طيب طبعا انا لازم قبل ما ادي الدواء ده يبقى في عندي كرايتيريا معينه، يبقى في عندي كرايتيريا معينه. طب ليه كرايتيريا المعينه دي؟ لان انا مش هدي الام دواء يخليها تجهد نفسها بناء على ان مفيش ادله. يعني لازم يبقى في عندي ادله على ان الحمل ده غالبا اكتوبك. طيب ايه هي الكرايتيريا دي؟ والكرايتيريا دي مهمه جدا. ان الساك تكون اقل من 3 سنتي، وان مفيش كاردياك اكتيفيتي خالص. ده طفل ميت. طيب ايه كمان؟ ان البيتا اتش سي جي يكون اقل من 3000 ملي انترناشنال يونت بير ملي. طيب لو كان يا دكتور لو كان اكتر من 3000 ما ينفعش ادي. معنى ان هو اكبر من 3000 ملي انترناشنال يونت بير ملي ان الطفل ممكن يكون كبير، يعني ان هو حصل ديفلوبمنت اكبر وبقى حجمه اكبر في التيوب. فجرعه الميثوتريكسيد دي او جرعه الميفيبروستون دي مش هتبقى كافيه انها تنزله، ولو زودت الجرعه هيبقى في سايد افكتس على الام. وطبعا الحاجه الثالثه اللي احنا قلناها في الاول خالص ان انا ما ينفعش ابدا الميديكال تريتمنت الا في حاله واحده بس، انها تكون undisturbed. معنى تاني ال undisturbed في حاله الاكتوبيك ان الام تكون hemodynamically stable. لان مشكله الاكتوبيك زي ما احنا شايفين ان الام بتبقى hemodynamically unstable في حاله الديستربنس، اللي هو سواء كان acute disturbance او even severe degree او moderate degree of subacutely disturbed ectopic. طيب هل لو اديت الام الميديكال تريتمنت ده انا متاكد ان هو هينجح؟ لا، لازم بعمل